من الحاجات الجميلة اللي تفرح القلب إننا نلاقي أجيال جديدة من طلاب كليات الإعلام قادرين على الإبداع، وده اللي شفناه في مشروعات تخرج طلاب قسم الاتصال والإعلام بالمعاهد العليا لكينج ماريوت أكاديمي، اللي من الواضح إنهم جاهزين جداً لاقتحام مجال العمل في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. الحفل كمان شهد تكريم خاص للزميل أيمن رشدي باعتباره أول دفعته اللي أصبح فيما بعد سفير لطلاب إعلام كينج ماريوت، وكاميرا القناة كانت هناك. تعالوا نتابع ونشوف. من هنا، من بين جدران ذلك الصرح العلمي الكبير، كانت إرهاصات البداية في شعبة الاتصال والإعلام بالمعاهد العليا كينج ماريوت أكاديمي. أنا حابب إن النهاردة أشكر حد يعني هو عز علي جداً الدكتور يوسف درويش والدكتور هيثم درويش. الدكتور هيثم ده من الناس اللي كانت دايما من سنة أولى لحد ما اتخرجت، وبعد ما اتخرجت كان دايما على التواصل معايا، يقول لي أنا شايف فيك حاجة كويسة، استمر، أنت هتكمل، أنت هتنجح. والحمد لله لما نزلت سوق العمل، يعني أنا في طلبة طالعين من الجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية وخلافه، قدرت ان انا اثبت نفسي، وقد يكون 1% من اللي انا عايزه ان شاء الله باذن الله تعالى. فالنهارده بحقق نص من طموحي. قدام الوصول في ان احنا نعبر عن الحاجات اللي مشاهدين لها صوره حلوه قوي، برافو عليكم ان انتم توصلوا الصوره دي. المؤثرات الصوتيه كويسه جدا، بس في بعض المؤثرات يجب ان تكون متفقه مع بعضيها، المؤثرات الصوتيه والبصريه مع بعض. أنا كويس جدا، طبعاً صوت كويسة، التقطيع والنفس والمونتاج حلوين جدا بالنسبة لنا، أو ما يسمى الفويس أوفر يعني. أولا فكرة مشروعات التخرج فكرة جيدة جدا عندما تطبق في أي معهد إعلام أو أي كليات تطبيقية زي كليات الهندسة وخلافه، لأنها بتثقل خبرة الطالب وتبقى في تحدي مع نفسه إن هو يثبت إن هو استوعب ما درسه على مدى الأربع سنين وبدأ يطبقه في شكل مشروع على الواقع. الطلبة عندنا والدراسة عندنا إن هي دراسة طبعا متجددة ومتطورة أول بأول بعدد السنوات. ثانيا إن هم بيدربوا في تدريب داخلي جوه المعهد في المعامل والمواقع العمل الخاصة بنا، زائد إن هم بيدربوا كمان في بعض الشركات والهيئات على مستوى كافة الجمهورية كتدريب عملي عشان يندمجوا أو ينسجموا مع سوق العمل بعد التخرج. الانفراستراكشر هنا متجددة جدا، بنحاول نتطور أول بأول، نواكب متطلبات سوق العمل. الحاجات اللي أنا دايما بضغط عليها قوي، الطالب يحس بالتكنولوجي أول بأول. عملنا لهم موبايل أبليكيشن، كارد ريدر علشان الحضور، بنحاول نخلي العملية التعليمية أسهل علشان هو ما يحسش بالملل. يعني دايما بنحاول نحس السادة أعضائية التدريس إن هم يدخلوا الجانب التطبيقي العملي اللي هو سوق العمل فعلا بيعمل إيه مع الجانب النظري اللي هو المحتوى العلمي اللي موجود جوه الكتاب، ما يبقاش محتوى في الكتاب بس. يعني الطلبة أبهرونا كلنا، إحنا والسادة لجنة التحكيم والسادة الضيوف اللي شرفونا، وكانت طبعا كانت مشاريع حلوة قوي، وكانت تدل فعلا عن أن الطالب إيده في الموضوع، ما كانش بياخد الموضوع نظري. وده برضو لأن إحنا يعني الحمد لله كنا مستمرين معهم باستمرار، ان احنا عاملين لهم موبايل ابلكيشن جوه راديو، فالطالب كان دايما متعود انه يقف قدام مايك يتكلم ويعني لا، المشروعات كانت حلوه قوي، وكانت باين فيها ان الطالب عمل مجهود ومجهود محترم يعني.